نرسم ونلون مستقبلنا والحلم أكيد هيجمعنا لو صوتنا واحد هيسمعنا ممكن تبدأ وتقول من قلبك ممكن تبدأ ومحدش قبلك ممكن تتنفس حرية وممكن تغني مستقبلنا 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 مساء الخير واهلا بكم معانا في يوم جديد من ايام مستقبلنا، يوم هنقعد فيه معاكم لمده ساعه، هنتناقش، هنسمع مزيكا، هنقابل مثل اعلى جديد، وهيكون معاكم زي كل اسبوع عمرو، ريهام، احمد وانا. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ازيك يا عمرو؟ هاي يا عمرو. ايه الاخبار؟ كل تمام الحمد لله. شباب ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ مساء الفل. مساء النور. بس انا قلت اقول مساء الفل لان انا شفت في السكريبت حته قهوه كده انت هتشرحها لنا ايه قصه القهوه، فقلت لازم يتقال مساء الفل. طيب نخش بقى في حلقتنا النهارده. النهارده الحلقه هتكون مليانه فعلا حاجات كتير. اول حاجه احنا كشباب ساعات بنخلص مرحله مهمه جدا في حياتنا ويكون عندنا اهداف كبيره زي مثلا مرحله الجامعه ونقول احنا عايزين نسافر، هنتكلم عن الموضوع ده برضو، عايزين نحقق ان انا ابقى عالم، ابقى انا راقص عالمي، اي حاجه. الفكره كلها ان بتكعبل في النص وبصاب بالاحباط وبقول خلاص انا فاشل ومحتاج بقى حد كده دلوقتي يعني يساعدني. الشيفت ما بين الفشل والنجاح هو ده المهم جدا، ان حد يحولني من شخصيه محبطه لشخصيه عايزه تنجح. بيتهيالي احنا هنعرف الموضوع ده اكتر في فقره كلام شباب. كلامك مظبوط، التفاؤل المطلوب يا عمرو. وبعد كده هنروح لمكان بعيد شويه، يعني هي حته بين الواقع والخيال. هنتكلم مع الدكتور نبيل فاروق عن قصصه وعن رواياته وعن شخصياته. يعني انا شخصيا كنت بحبها قوي وانا صغير، كنا نشتري القصص دي زمان في المدرسه ونحطها مثلا في كتاب العربي ونقعد نقراها من كتر ما هي فعلا مشوقه ومش قادرين نسيبها. طبعا. وبعدين هنروح على القهوه. طبعا يا احمد انا عارفه ان انت بتحب تروح تقعد على القهوه والحاجات دي، بس احنا مش هنروح عشان كده، احنا هنروح علشان نعرف اكتر على فرقه جميله جدا وهي فرقه على القهوه. تمام. احنا قبل ما نطلع، شفتي عشان انا كده قلت مساء الفل، صح؟ صح مظبوط. قبل ما نبتدي على طول حلقتنا، احنا متعودين دايما ان احنا نتكلم عن العمل التطوعي والجمعيات الخيريه. النهارده احنا معانا ريبورت عن جمعيه الهرمون، خلينا نروح نتفرج عليه ونرجع نكمل مكانه. إكرام طلب، بشرف إن أنا بعمل في جمعية دار الأورمان بقالي دلوقتي 12 سنة. اهتمام دار الأورمان كان من 12 سنة دول كان الاهتمام كله منصب على رعاية الأيتام الأسوياء والأيتام والمعاقين. من 6-7 سنوات بدأت الرعاية نهتم بحاجة اسمها خدمة تنمية المجتمع عن طريق نشاطات جديدة. بقى موجود في الأورمان 32 نشاط بيخدموا من محافظة الجيزة لغاية محافظة أسوان وبعض محافظات الوجه البحري. أولادنا هنا مقيمين إقامة دائمة، ليهم أمهات بديلات. المكان زي ما حضرتك شفته ولفيته معانا، هو بيتكون عبارة عن 3 أدوار، كل دور بيبقى ليه مكانه نوم الأطفال فيه، بيناموا فيه ومعهم الأمهات البديلات دول بيقوموا بخدمتهم. نادي عبد الرازق، شغاله في دار الأورمان، امي بديله بقالي 5 سنوات. بنصحى الساعه 7، بنصحي اطفالنا، ندخلهم يشطفوا. اطفال صغيره طبعا احنا اللي بنشطفهم، الاطفال الكبيره ممكن بنحاول ان احنا نساعدهم، ولو في طفله كبيره سويه هي اللي بتشطف نفسها،
بننزل علاج طبيعي الساعه 9 باشراف الدكتور حازم. طبعا الدكتور حازم بيجي ثلاث مرات في الاسبوع بيشرف علينا ويشوف الحالات اتحسنت ولا ما اتحسنتش، ولو في حاجات بتتغير في العلاج الطبيعي هو بيتغيرها لنا. الحمد لله وصلنا الناس، عايز اقول لحضرتك ان احنا وصلنا الناس تقريبا 5، وده خبر جميل جدا، يعني ان 5 الحمد لله وصلوا لمرحله ان هم يعتبروا اسوياء. من الجمعيات الخيريه خلونا نتكلم شويه عن المراكز الثقافيه. النهارده احنا بنتكلم عن مركز ثقافي مهم جدا، عشان المركز ده في مدة صغيرة قوي قدر يعمل قاعدة جماهيرية كبيرة جدا. المركز ده هو مركز ثيربانتس، أو نقدر نقول يعني ده المركز الثقافي الأسباني. ميغيل دو ثيربانتس هو اسم مؤسس فن الرواية في العالم كله، وده كان علشان هو ألف رواية جميلة جدا وهي رواية دون كيشوت، وتكريما ليه خلوا كل المراكز الثقافية الأسبانية اللي موجودة في العالم تحت اسمه. ومن النشاطات المهمة جدا هي طبعا الموجودة في المركز الثقافي الأسباني اللي في مصر. تعالوا نروح نتعرف عليها أكتر ونرجع لكم تاني. معهد سيربانتس بالقاهرة هو جزء من مؤسسة كبيرة، وهو معهد سيربانتس بمدريد، واللي بيضم فروع في حوالي 60 دولة. الأهداف الأساسية من معهد سيربانتس هو تنظيم مجموعة من الأنشطة اللي بيتم من خلالها نشر الثقافة واللغة الأسبانية. هناك المئات من المصريين الذين تعلموا اللغة الأسبانية، كما يوجد المئات من الأسبان الذين تعلموا اللغة العربية. المصريين يتعلمون اللغة الأسبانية في القاهرة، والأسبان يتعلمون بالمعهد المصري للدراسات العربية بمدريد. يمكن القول أنها نافذة تطل على أسبانيا من القاهرة، أو نافذة تطل على القاهرة من أسبانيا.